فيما يخص حماية الحدود، قررنا أولا غلق الحدود البحرية بصفة كلية، ثانيا غلق الحدود الجوية بصفة كلية بالنسبة لإيطاليا، ثالثا الإبقاء على رحلة واحدة يوميا بالنسبة لفرنسا، رابعا الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعية لكل من مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، مع إعلام كل الوافدين التوانسة والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية وحال قدومهم لبلادنا. ثانيا فيما يتعلق بتقليص التجمعات، قررنا إلغاء كل التظاهرات والعروض الثقافية والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض، ثانيا إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الساعة 4 مساء، ثالثا تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة، رابعا وأخيرا كل البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية سواء في القاعات المغلقة أو خارجها ستدور بدون جمهور. كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ولغاية يوم 4 أفريل سنة من هذه السنة، مع إمكانية المراجعة سواء بالتمديد أو بالتقليص. فيما يخص التعليم، قررنا أيضا إغلاق جميع رياض الأطفال والمحاضن المدرسية وإغلاق المدارس الخاصة والأجنبية إلى غاية يوم 28 مارس، مع إمكانية التمديد بعد نهاية العطلة.